تشيلكا 4 سرطانات وتم ارسالها الى معمل الحديد مصهوره بشكل كامل. الله اكبر. كبر يا سهيل. ولك سهيل، لك اشو عاملين لي اياك مثل الفزيعه من محافظه لمحافظه؟ قال اخر شيء على حماه. على كل حال طلي، والله ما بتطلع من هوني الا مقصوص الدايل، لانه دايلك طولان شوي. على كل حال بصوت واحد كافة الضباط والعساكر مجموع انتبه، ردد ورايي. يلعن روحك يا حافظ، يلعن روحك. كرر، يلا كرر كافة العناصر، كرر من جديد يلا. يلعن روحك يا حافظ، يلعن روحك. الله يلعن روحك. المراسل وبهجة انتصارات المجاهدين في ريف سهيل. سهيل يا سهيل، والله يا خنزير اجوك رسباع، اجوك جماعة الكحيل، والله ليدوسوا على رقبتك يا خنزير. تركت حلب، لك واحد بترك حلب يا جحش بيجي لهون على الموت. هون مقبرتك، ابطال ادلب وحماه هون بدي يقبروك، هون بدي يقبروك يا خنزير. والله لك مفاجأة ما رح تنساها في تاريخ حياتك. مفاجأة كبيرة. هلا كنت عند الأخوي، والله شيء بيبهور. قلت له سهيل حسن عامل خطة بدي ينزل من عند بطيش باتجاه الشرق. قالوا لي أهلا. واحد مصري من الأخوي المهاجرين شو قال لي؟ قال لي سهيل هنا؟ الله أكبر الله أكبر. قلت له يا شيخ ليش عم تكبر؟ قال لي الله أكبر، عم بحلم إني أقتله، عم بحلم إني قص راسه، صيل أجي لهنا على رجليه. قلت له والله يا شيخ. قلت له يا شيخ طول بالك، نحن أهل سوريا، هذا حصتنا، هذا ولك هذا حصتنا، هذا الخنزير هذا مجرم حقير، هذا زاد بالإجرام. ولك خنزير عنده سياسة الأرض المحروقة، لا بيخلي شجر ولا بيخلي حجر ولا بيخلي بشر. والله لن ننتقم منك، والله والله نهايتك هون على أرض ريف حماة الشمالي. اجوك أبطال إدلب، اجوك أبطال الشام، أبطال حماة، والله ليدوسوا على رقبتك يا خنزير. شيخ أحمد، هان الآن موعد لون روحه لعن روح حافظ حسب الترددات والنغمات المتعارف عليها في المظاهرات أيام المظاهرة يا شيخ أحمد. نعم تفضل يا شيخ أحمد. يلعن ضريحك يا بشار، يلعن ضريحك، يلعن روحك يا حافظ، يلعن روحك يا سهيل. بدي ارد بس البرقيه يا رب. طول بالك علي، طول بالك علي بس لحتى هيك. انا بتعرف انا صرنا زمان من ايام طريق الموت، من ايام بابولين في حلب في قتيلو راح لهونيك. على فكره لقل لك من جماعه المصيصات وجماعه البناطرين السيلتي اللي معك واهل المروشي، هودي ما هن عارفانين ان جايين، انت عم تبعتهم على القتل. بشار في القصر وهودي في القبر ليك. على كل حال المي بتكذب الغطاس، وهاي اليوم يا سهيل اليوم بيصير خير اذا شاء الله. والله مفاجآت لا على بالك ولا على خاطرك. ولك ليك والله في عالم اجت من ملك الله بس اجى لعند اجوا لك، ولك والله في عالم تجوا من بقاع الارض من سوريا بس مشانك وقت عرفوك هون اجوك وثبت الكنك بتثبت. والله اكبر الله اكبر، منفتخر منفتخر انه دسنا وراح ندوس وبدنا ندوس على اكبر راس فيكم ان شاء الله، منك لا ابو دانات الفنش. وباذن الله باذن الله اليوم يومنا. اسمع مو كلام، ان شاء الله رب العالمين. من مفرق بابولين لحيش كانت 200 متر، ضلت معك 9 اشهر، وباذن الله هون راح تمضى ايام وسنين. نحن ما بنفتخر بالتوب والقراد الحمد لله رب العالمين اللي ملكنا اياه، نحن بنفتخر بقدره الواحد الاحد الجبار ملك السماوات والارض. ابو سلمى ما خرج